أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبحول الله أحببت أن أتحدث اليوم في موضوع له صلة بسياق القرآن الكريم، لكن ليس في ترتيب ما كنا نتحدث عنه من تفسير سورة البقرة. وهذا الموضوع نظراً للإلحاح الشديد الذي له اليوم، خاصة عند كثير من فئات الشباب، مما يفرض نفسه ولا بد من بيانه، وهو كيفية تلقي المعلومات وكيفية نقلها حينما تتعلق بأمور ذات طابع عقدي أو طابع ديني تعبدي بصفة عامة، وهو ما له علاقة بأمور الغيب بصفة عامة، مما إذا ترك دون بيان فسيحدث ضرراً بالغاً على كثير من الناس في دينهم وفي دنياهم أيضاً، وقد شاهدنا هذا ورأيناه. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يكون بين يدي الساعة دجالون، يعني بمعنى أن الناس أو بأن يعني قضية الدجال المشهور الذي تواترت به الأحاديث الصحيحة المليحة الذي يكون بين يدي الساعة نعوذ بالله منه، يعني ليس وحده هو الضرر المنتظر على الناس، بل هنالك ضرر قد يقع لدجاجلة أو لدجالين، وهؤلاء يعني الدجاجلة والدجالون يعني ليسوا من صنف الدجال المعروف، ولكنهم من قبيله من حيث يعني الصورة العامة والمنهج العام. وهذا الدجال قد تكون له بواعث خرافية، ممكن إنسان يعني خرافي، أو تكون له بواعث شيطانية محضة أو سياسية، من جهات قد تحب أن تثير فتنة في البلد وتفرق شمله وأمنه، يعني قد تكون يعني أيادي خفية عميلة داخلية للأجانب، أو تكون يعني جهات أجنبية، وسأبين بعض الأمثلة. فهذا الأمر لابد وأن يكون المؤمن على بال وعلى حذر، وكيف يستطيع أن يحفظ نفسه ودينه منه؟ بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيما خبر وصلني لابد وأن أعرضه على الكتاب والسنة أولا، قبل أن أسمع إلى تفاصيل ذلك الخبر وحيثياته، إنه كان كذا. لأن ماذا تجد في الحيثيات؟ تجد في الحيثيات وسائل الإثبات للخبر، أنه اللي كيصوغ الخبر الكاذب والخبر الخرافي والخبر الدجلي ليكسب اقتناع الناس ويشغل بالهم أياما وأشهرا وربما أعواما، ويحدث بذلك من ضرر من الله به عليهم في صفوف الناس تفرقة وتلبيسا عليهم في دينهم عقيدة وعبادة، ويحصد من ذلك آثارا إما لطائفته أو لحزبه أو لجهته أو لدولته الأخرى، إن كان من جهة أخرى تريد أن تحدث شيئا في البلد من أجل أن تستثمر ذلك سياسيا في أمور أخرى. إنسان اللي عارف يعني توازن العالم التدافع الحاصل يدرك أن كثير من الأمور من الخرافات تأتي من جهات أخرى. قلت إذن هذا الأمر يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله، لأنه أخي جيب لي هو الخبر وعنده وسائل الإثبات دياله، أنا من أهتمش بوسائل الإثبات بقدر ما أهتم أولا بالمعطيات، يعني أش بغي يوصل؟ بغي يوصل خبر كذا كذا كذا، حدث كذا ويحدث كذا ويكون كذا، هذه المعطيات نفسهم أعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله، فإن صحت فنبدأ آنئذ في عرضي أو في تتبع الإثبات، عاد نجي للإثباتات دياله، أبدأ في تتبع واستقصاء الإثباتات، وإن لم تصح في ميزان الله وميزان رسوله فأضرب بعرض الحائط، وخا عنده 100,000 أداة من أدوات الإثبات، وقد
نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقصد أحد إلى الدجال لمعرفة ما عنده من أجل محاجته. يعني شي واحد زعما يكون عنده علم وفهم وقوة إيمان وتايق براسو فايت القياس في الدين، وقالوا لي راه الدجال في المنطقة الفلانية، نهاك رسول الله أن تقصده، ما تمشي إلوه. قال لما لكثرتي أو بقدر ما عنده من دجل، يعني عنده قدرة على التمويه خطيرة جدا، بحيث أنه أي إنسان معرض للافتتان به ولو كان من كان. ولذلك إلا سمعته كان في بلد خوين تاع البلد، ماشي عاد تمشي تقلب عليه، هذا الدجال الأكبر. يعني فإذا هذا كيعطينا منهج، منهج أنه يعني وسائل الإثبات، وسائل الإثبات قد تكون من القوة بحيث تبهر الإنسان وتحير عقله، ولكن النتائج التي يقصد إليها الدجال بين بأنها نتائج تناقض الدين، مناقضة للدين. فوسائله خوارق، خوارق كيضرب الواحد يقتلوه أو يحييه، خوارق يأمر السماء أن تمطر فتمطر. إذن هذه وسائل إثبات كيخلي مال العقول حيري، يقول له فسر لي هذا. ولكن ماذا يريد؟ يريد هدم الدين، يريد إشاعة الفاحشة، يريد نقض أركان الإسلام، وأن يجعل نفسه نبيا ثم أن يجعل نفسه إلها بعد ذلك، ويوهم الناس بأنه الله جل وعلا نزل على الناس قبل، وقبل ذلك يوهمون بأنه المسيح، كيخلط لهم الأمور لكي نصحيحها في الدين بأمور التي تحقيق مناطقها يعني في شخصه لا علاقة له بالأصلي. ولهذا راه كاين جوج الأمور، كاين يعني ماذا يريد هذا الإنسان أو هذه الطائفة أو هذه الأكذوبة أو هذه الأسطورة التي تروج، والآن تروج يوميا، لا يعني واحدة بالذات ولكن يوميا تسمع شي كذبة راه كدور بين الشباب وبين الناس الكهول أيضا، يوميا تخترع أسطورة أكذوبة ويروج لها. وهذا الوضع هذا ليس عاديا، لما تشوف يعني بحال هذه الأشياء كثرت عرب راه جهة كاين معامل تصنع، معامل على المستوى الدولي والمحلي تصنع الأكاذيب من أجل إلهاء الناس ومن أجل إتلاف موازينهم ومن أجل اختراقهم بمقاصد وأهداف معينة قد تكون ذات طابع يعني كما يعبرون اليوم إيديولوجي عام مع الأفكار، وقد تكون ذات طابع سياسي معين. عندنا في كتاب الله جل وعلا آيتان حاكمتان على المسلم لا يجوز أن ينقضهما في تعاطيه لكل خبر ورد ولكل حدث في تفسيره ومعرفته. قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذه آية محكمة جامعة مانعة. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه آية التبين في نقد الأخبار، وقديما قيل إنما آفة الأخبار رواتها، والآية الأخرى تحمل الوزر للذي يقبل الخبر بغير علم. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. وما العلم؟ العلم إذن لابد من أن يكون مرتبطا بشهادة الله، بشهادة الله عليه، لأن العلم الأول إنما هو علم القرآن، هو القرآن هو العلم، فما أبطله القرآن فهو باطل ليس بعلم، وما أثبته القرآن فهو العلم، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأننا كنتكلموا في مجائل الآن في السياق، السياق أمور غيبية دينية، لأن الغيب راه مشكل كبير في فهمه مفهوم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، الذين يؤمنون أو يؤمنون بالغيب يخشون ربهم بالغيب. فالغيب إما أن تأخذه بمنهج العلم
فإن لم تأخذه بمنهج العلم ما عندكش حل ثالث، عندك حل ثاني وحيد أن تأخذه بمنهج الخرافة وهو الضلال البعيد. والغيب في الحكم الشرعي حيث المفهوم حيث المعنى علم، إنما هو علم لا نعلمه نحن ويعلمه الله. ولذلك سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه، والتعبير القرآني دقيق، بأنه عالم الغيب والشهادة. فكما نعلم نحن بعض جوانب الشهادة، يعني المعلومات المادية الحسية، يعني كما تعلم مجال الطبي، مجال الاجتماعي، مجال البيولوجي، الجيولوجي، مسائل ديال الشهادة مادية حسية التي تدرك بالبصر وبالسمع وبأدوات الحواس بصفة عامة وبالمختبرات، أمور مادية كتلمسها بيديك أو تشوفها بعينك، هذا عالم الشهادة. فالله هو الأعلم منا طبعا بعالم الشهادة. وكثير من معلومات عالم الشهادة بالنسبة لنا نحن البشر غيب، لأنه لا علم لنا بها على الحقيقة، وإنما علمها عند الله، وهي حدود العلم البشري أو ما وراء حدود العلم البشري المتعلق بعالم المادة. سائر المعلومات العلمية الآن عندها حدود، كيقول لك هنا وصل العلم، وهذا الأمر هذا بقي يعني علم المستقبليات يمكن يعلمه الإنسان وقد لا يعلمه إلى يوم القيامة. فيقابل ذلك جميعا عالم الغيب، عالم الغيب من أمور المتعلقة بالملأ الأعلى وبأخبار الماضي الغابر مما لا علم للإنسان به، ومن أخبار الغد الآتي الدنيوي والأخروي مما يستحيل على العقل البشري أن يعلمه إلا وحيا، غيب الوحي. فذلك الغيب كله الله يعلمه، وسمى نفسه أو وصف نفسه بأنه عالم الغيب، اسم فاعل عالم، بمعنى أن الغيب اسم مفعول معلوم، فهو علم إذن ماشي خرافة، علم، لأنه حقائق يقينية مطلقة وستقع حتما كما وصف الله في كتابه وكما بشر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك هي دقيقة، وقد وقع من الشيء الكثير في الماضي، ويقع اليوم منها الشيء الكثير مما أخبر به الكتاب والسنة. كاين أحاديث غريبة جدا عجيبة، يعني تصف واقع الأمة اليوم وصف دقيق، بحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان طل على على, على هذا القرن أو القرون المتأخرة هذه، طل عليها بالكاميرا. والله شيء عجيب جدا، لا تملك حينما تقرأ أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تقول الملك لله الواحد القهار، يعني أحاديث دقيقة دقيقة جدا، الريحه ديالها ما كانت في ذاك التاريخ. وهذا موجود، يعني عدد من العلم صنفوا فيه كاع كتب، او معروف بعضهم معروف لدى الناس. فالاشياء التي ستقع في المستقبل الدنيوي او ستقع في المستقبل الاخروي كل ذلك يسمى علم. فاذن كان عندنا هنا اشكال، ان المؤمن مطلوب ان يسلم لعلم الغيب، مطلوب منك تسلم له، والا راه مشكل من ناحية العقادية، وش أنت مسلم وش مسلم. فهذا المبدأ يستغله الدجاجلة كيدوز لك مع الخرافة، لأن الخرافة تتشابه، يحصل تشابه بين الخرافة وبين الغيب، لأن كليهما لا يخضع يعني المقاييس العقلية البشرية، فشي حاجة فوق الطاقة العقلية وفوق الإدراك العقلي فتقع. فإذا ما الفرق بينهما؟ واحد، وهو أن المعلومات الغيبية التي هي علم الغيب الحق دليلها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى لا دليل عليها بل تناقض الكتاب والسنة. ولذلك قلت في البداية أول خطوة نتعامل بها مع الخبر الغيبي الذي يروج هو كان عرض على الكتاب والسنة، فلما لقى أدنى تناقض هل أمر ديال الجمهور حبس تما، هذه عقائد خرافية شيطانية لا أقبلها ولا تدخل عندي في دماغي إطلاقا. ولكن تكون أحداث وحوادث بعض الأحيان الإنسان يقول هذا الشيء ما زيد ناقص عادي، وقد يوهم أصحابه أنهم يخدمون الدين، الحقيقة عكس ذلك تماما. ربي تعالى ما محتاج لهش يقول له زيد كذب لي شي كذبات باش نزيدوها العالم الغيب باش نخدموا الدين،
الذين قديما كانوا يكذبون ويضعون الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل خدمة الدين، أبدا عمر بكشي من كيخدم الدين، يعني يزيدوا في الدين يقولوا من صنع كذا ومن قرأ قل هو الله كذا وكذا مرة كان له كذا وكذا وكذا على آخره باش يجعل الناس على قراءة القرآن وهو غير يكذب. فلما سئل أحدهم عن ذلك قيل له لماذا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال له أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له، لا هو محتاج لك تكذب له، إذن هو الشريعة ناقصة هو ما قدر شيء يكمل الشريعة دياله. هذا خطير جدا هذا الاعتقاد، بمعنى أن الله ورسوله يعني عليه الصلاة والسلام يعني في التشريع كان الشارع الحكيم عاجزا عن استكمال الشريعة ومحتاج الناس يكذبوا له باش يربقوا له. فإذا جاء الإنسان هذا الإحساس ولو كان صادقا فهو عنده مشكلة في عقيدته، بعد هو بدا إيمانه راه مقادش ما فهم شيء أصول الدين كيفاش دايره. فلهذا إذن يعني هذه الأمور هذه لا تقبل إطلاقا في الشريعة أن تدخل على الدين، مع أنه 90% من وضاع هؤلاء هذه الأخبار 90% من وضاع هذه الأخبار النيات ديالهم ماشي صالحة، ماشي يكذبون له يعني خدمة للدين، حتى خدمة للدين ما كانش، بالعكس كاين إرادة مبيتة لنقض أصول الدين ولنقض سيره في المجتمع، لأنهم لن ندخلوا في عالم الخرافة انتهى أمرنا. الدين ديالنا الحمد لله دين علمي قواعد ثوابت، فإلا دخلنا الخرافة انتهى، يبقى أي واحد يلعب بنا. ولذلك يعني مثل الأخبار التي راجت يعني في الأوقات المتأخرة وراء الآن أنا شفت بعض الصحافات تكتبوا عنها على هذيك الخرافة هذيك الأكذوبة ديال هذاك الذي يعني صوروه قد عذب في القبر وشي شاب قال كان عنده 18 سنة روجوا السيديات ديالو تسجيلات وأنه كان لا يصلي وكذا وخرجوا في أثر عذاب القبر فزعوا الناس بهالشيء هذيك أباطيل قاطعة، يعني بنادم غير يكون عنده شوية ديال العقل. هذا كيتسمى المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، المعلومات اللي في البداية ديال الدين كتناقض معاه 18 عام أول ما عنده هذه عاد البداية طلعوا في عذاب القبر وأنه مسخوط الوالدين وأنه تعذبوا وقعوا 18 عام يا الله الآن بداية التكليف شاش دار مسكين هذا مشي تعذب في عذاب القبر شاش الخريف. ثم الآن يعني وسائل التصوير وصلت واحد الحالة متطورة جدا، الناس يعني ما المسائل راه ولات عند الناس عاديين كيعرفوها، الآن كيستطيعوا يصوروا فيلم من خلال الحاسوب من خلال يعني الإلكترونيك، ما يحتاجش كاع الممثلين ويخرج للشارع ويخرج للغابات يصورون الأفلام من خلال العمل الإلكتروني، يصور لك فيلم كامل من البداية حتى النهاية بالأشخاص بكل شيء، ويعني وصعيب عليك جدا تقول هذا كله مصاب غير بالحاسوب، تقول ترى الناس مثلوا فعلا وهذا الديناصور وما راح تجي واحد ما شافه يركبوا وصاب له اللحم وصاب له الشحم والسنان وكذا، تجيك صوره كانها الطبيعه. لذلك الصوره الان لم تعد وثيقه اطلاقا من الناحيه العلميه، انا لا اعتبرها وثيقه اطلاقا الصوره كما بغتكم، صوره فوتوغرافيه ولا صوره تلفزيونيه ولا صوره فيديو كما بغتكم، والقاضي العاقل لا يجوز له أن يعتمدها مرجعاً للإثبات إطلاقاً، ما صلحش الشهادة القضائية الصورة. الآن التطور الهائل الخطير الذي وقع يعني في المجال الإلكتروني مجال التصوير، حيث أنه قادر يصنع جميع الأشكال ويصابك جريمة يصاب اللي بغيت، لذلك الصورة تتلاشى كوثيقة ولا بصفر لا قيمة لها من حيث التوثيق. فيعني هذه الأمور كلها وكثير من الأشياء يعني مع الأسف الشديد تضر الدين ولا تنفع، وتكلمنا مرة أخرى على هذه الخرافة اللي قالوا ديال الشاب يعني أو الطفل بالأحرى، طفل ما نعرف شحال عنده كذا إلى آخره كيتكلم بالألمانية وكذا إلى آخره، قال لك السفير الألماني سلم عليه يدلو هذا الشيء اللي حدثني بعض الشباب في إطار الحجاج، وأنا كنت الذي أسف له حقيقة، تلقى الشاب كتلقى بعض الحين طالب في الجامعة خدام كيحاج لإثبات هذا، أين عقلك؟ إذا القرية كول القرية مشات معها بالريح شيء غريب جدا، لأنه يعني نجيب لك يعني نقاط الضعف فين كاين في المنهج. أولا بعد السفير الألماني معروف مراد هوفمان شي 20 عام هذه بس لما شي عدد العام قديم مراد هوفمان له مؤلفات الآن
كتب إسلام، ورجل مسلم حقيقة، نرجو أن يحسن إسلامه إن شاء الله بزيادة. فيعني الحبة كيردوها القبة، ومغاربة عندهم واحد الطريقة يعني في الوضع غريبة جدا. أنا باقي نتذكر واحد الحالة يعني حضرت ليها، يعني الناس كيصنعوا الكذبة تما وأنا حاضر، شيء غريب جدا. واحد المرة في مسجد من هنا في المساجد ديال المدينة، حضرت هكذا بقدر الله، صلينا صلاة الجنازة على شي جوج ديال الناس، راجل ومرأة، وكل جنازة جاية من دار، الراجل جايبينه من دار والمرأة جايبينه من دار، اتفاقا صدفة بقدر الله جاو جوج جنازات لذاك الجامع وصلينا عليهم وصلوا الجنازة. باقي نتذكر شي يعني ربع سنوات هذه ولا خمسة، وكان الحال سخون شوية عقل علينا ديال حنا خارجين في الصحن ديال الجامع، في الفلان ديال الجامع، شي واحد كان سمع بودني، كان سمع انه الناس خارجين بالجنازه، الجنازه الاولى غاديه وتبعها الثانيه وخارجين لا اله الا الله محمد رسول الله. وقال له واحد، قال له ايه، قال له البوطه وما تدير. هو واحد السيد من العائله ديال شي واحد طلع له زاد، قال له اتق الله، الراجل من دار والمراه من دار، هو جوجهم داروا مع هذيك مرته وراه في الليل نصبوا البوطه وماتوا، يعني في الحين كيصنع الكذبه. عجيب هذا الانسان، هذا خطير جدا على دينه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فهذا اللي يعني كيوضع الخبر كيكون عنده مرض، هذا كيكون مريض، هذا كاين واحد النوع ديال المرض، الإنسان ما يرتاح حتى يكون يعني كيصنع الغرابة، كيعجبو يحدث الناس بالغرائب والعجائب، حتى واخا يجيه الخبر يعني فيه شوية الغرابة هو عاود كيزيد فيه ويصنعه، يعني حتى يولي غريب. كاين هذا مرض، هذا مرض نفسي، ما عندوش القدرة أنه يتعامل مع الحقائق كما هي، المخيال ديالو زايد فوق الطاقة، ولهذا يعني كيكون عنده واحد المشكل كبير جدا في التعامل مع هاد الأشخاص هذا. وراه الناس يعرفوا في الحياة الاجتماعية شحال واحد اللي عنده يعني الكذوب بحال كياكل اللحم، يعني بحال كياكل الشواء، عادي كيكون مرتاح، مشكل. فنرجعوا إلى أصل ما نحن فيه، فلما كتحقق تقول له أنت هذا الحدث، واش يعني هذا الحدث الفلاني أو ذاك، ولا هذيك اللي كانوا جابوه في الصحافه شحال هذه ما ولدت ما عرف شنو، هذيك اللي يعني تمسخت شي وحده، تمسخت او شي واحد تمسخ، ولا تمسخ في شكل خنزير او قرد ولا شي تخربيق، يعني الخوال قوي. واش شفت بعينك؟ كنقول لك اودي قالوا، ايوا المشكله قيل. فيعني منهج تلقي الاخبار في الاسلام مبني على ارقى درجات النقل، يعني السماع، ولكن من العدول الثقات. ولذلك الحديث الصحيح، ودابا هذه السنه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والناس تعاملوا معها بواحد المنهج صارم صارم. فعرفوا الحديث الصحيح، ما تسمى حديث صحيح او ضعيف او حسن، قالوا في تعريف الصحيح الالفيه ديال العراقي رحمه الله، في الاول لانه قسم واهل هذا الشان قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. في الاول يعني الصحيح، صحيح في الأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتودي، يعني نقل الذي الشخص الذي اجتمع فيه خصلتان، الضبط، شي واحد اللي دوز عليه الضبط، يعني ضابط الفؤاد بحيث أنه يعني كيحفظ الحاجة مزيان، ولكن أيضا عنده المخ عاقل ماشي ساذج مبهل، لا واعي مزيان وضابط حاضر، ولكن في نفس الوقت ايضا ما كيكذبش، راجل مؤمن، انه كيمكن يكون مطور وذكي وكيحفظ ولكن ما عنده دين، هذاك هو الخطير، ان عنده القدره هذاك عاود على تصنيع الاخبار وايهام الناس بصحتها بواحد الشكل خطير. فلا بد من ان يكون من اهل الضبط واهل العداله، عنده عداله، عنده ايمان، عنده صلاح، عنده تقوى، عنده ورع، ولكن ضابط. اما الا عنده الدين والجامع والصباح ولكن يعني مبوهل، هذاك هو اللي كيخلي الدين. وفي حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه، يعني حكمه ديالو كيقول لست بالخب ولا الخب يخدعوني، انا ماشي دوك البانضي المطورين اللي كيدوخوا الناس، ولكن البانضي مطور ما غاديش يدوخني، لست بالخب ولا الخب يخدعوني. فهذا هو المؤمن، وهذا المنهج المعتمد عليه في نقل الاخبار، لابد يكون الذي ينقل الخبر من هذه النوعيه وصاحب ورع، يعني مؤمن ولكن ضابط صوره. فكيكون النقل متصل السند، فلان على فلان، شكون اللي خبرك؟ فلان. ونشوف ذاك فلان، كنلقى شي واحد اللي كيدخل ويخرج بالهضره كيقول له اسمح لي هذا الخبر فيه فلان، ما عندي ما ندير. هذا المنهج هذا خص الناس يتعلموه في حياتهم الاجتماعيه، ماشي غير في الاحاديث،
في كل شيء، في كل شيء. شي واحدين يعني تالفين واحد العام صاموا قبل المغرب يومين، قال لك شكون سيدي كذا كذا، سمعنا واحد بعدا لا قيمة له في الدين هو هذاك الإنسان اللي بدأ في العالم الإسلامي بيومين قبل الناس. قلت لهم ما لقيتوا حتى إمام تبعوا غير هذاك، غريب جدا وحلو فعلا. هذه واحد المنهج يعني مقلوب عند حال هذا النوع ديال الناس. أو كيقول لك يعني الإذاعة الفلانية قالت، وذيك الإذاعة ساقطة من حيث الخبر لا تقبل. هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم كما قال كثير من التابعين. فلا بد من نقل العدل الثقة الضابط وبالاتصال، وما تكونش مشكلات أيضا في النقل، لكن مسائل دقيقة جدا. بينما أي خبر من هذه الأخبار هذه المتهافتة تخضع غير شوية ديال هذا المنهج كطيح ما تشد الترسه. ومع ذلك هذه السنة وضبطوها وبهذه القوة، ومع ذلك قالوا بأن بعد التحري والبحث والإثبات بأن الحديث صحيح، قالك راه ماشي 100% وإنما بواحد النسبة عالية، يعني 80% 90% أنه ثبت. ولذلك قال في الألفياني العراقي: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، باش يعني كيكمل القافية بحاجة ستأتي بعده ما عندناش بها الغرض. يعني وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. لما يقول لك حديث صحيح ماشي 100% النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هكذا، المعنى هو هذا، ولكن كنت تكون العبارات فيها زيادة ونقصان باش كتحتفظ من ناحية الشرعية والتكليفية والإفتاء، كيفاش غدير ترتب الأمور ديالك يعني في مقارنة الحديث بالآيات وبأحاديث أخرى. كاين تفاصيل كثيرة ما عندناش بها الغرض الآن. وكيمكن يكون الحديث ضعيف، ياك ممكن يكون ضعيف، ولكن احتمال ديال واحد في المئة يقدر يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذاك الحديث، ولكن ما توفرتش ظروف لنقل الحديث بالقواعد العلمية فضعفه العلماء ولم يأخذوا به. ولذلك بعضهم له رؤيا في الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يجد الحديث الصحيح، كما هو شأن بعض الحنابلة وغيره. فنرجع إلى الأصل إذن، بمعنى أنه رغم التحري وكذا المسلمين يعني كانوا يعني عقلانيين قديما، علماء المسلمين ما كانوش خرافيين. وهذه التربية هي التي ينبغي أن نحييها اليوم، أن نحيي العقل الإسلامي النقادة الذي لا يأخذ الأخبار إلا بعد تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، هذه أن معروفة في العربية بكثيفة السياق هذه، بمعنى أي حتى لا تصيبوا، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، يعني بسبب أنك أنت معلومات ديالك ما كافياش، معطيات عندك ناقصة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في المعاملات الاجتماعية وفي العلاقات وفي المواقف، فما بالك حينما تكون الأمور عقائد، عقائد. فلذلك يعني أمور ديال خرافة، يعني الأصل في المسلم أن ما كدوش عليه، ثم إن قبلها بغير أن يتثبت وما درش المنهج العلمي وما خدمش يعني كما ينبغي باش يقبل أو يرفض الخبر، سيكون آثما بمقتضى الآية الأخرى. ولذلك جئت بالآيتين معا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد محل العقيدة والاعتقاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي ستحاسب على جميع المعطيات التي تقبلها دون تمحيص يوم القيامة، سواء مما تسمعه أو مما تبصره أو مما يقع بروعك وبخاطرك وقلبك وتصدقه دون أن تمحيص ودون أن تحقق. فلابد من عرض الأمور على أصولها من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حنا في هذا الزمن وأنا في زمن جاي ما محتاجينش اللي يزيد لنا في الغيب، يزيدنا حقائق، يعني الحقائق مما عندنا في الكتاب والسنة تكفي المسلمين، بل يعني تغرقهم إلى يوم القيامة. كافي داك الشيء اللي عندنا في القرآن، شنو محتاج نزيد نزوق الغيب اللي في القرآن بواحد الغيب زايد ليس حقيقيا بل هو خرافي، وليس باطلا وليس حقا بل هو باطل. والمشكل الكبير أنك قد تجد وراءه جهات تستفيد منه سياسيا، هل المشكل فين كاين وهالخطورة فين كاين؟ لذلك عدد من الرؤى والمنامات التي قد يروج لها في المغرب أن بالنسبة لي رؤى أجنبية. واحد العالم من علماء المغرب كتب واحد الكتاب لطيف
ولكن في واحد السياق اخر سماه هو الذي راى. هذا عبد العليل ودغيري الله يذكره بخير يعني استاذ اديب لغوي، ولكن كان في سياق ديال يعني مهاجمه الفرنكوفونيه والاستعمار وكذا الى اخره، فكان كيعبر على وضع المغرب يعني في واحد المرحله معينه ان واحد العدد ديال الرؤى وواحد العدد ديال التصورات وبرامج كتعلق بعدد ديال الانشطه عندنا في البلد، كيقول لك ودي هذا الشيء راه ماشي ديالنا حقيقه ديال الاجنبي، يعني وجابوه في سياق الوطنيه، فكتب العنوان سماه هو الذي راى، يعني الاخر الاخر هو مول الرؤيه احنا غير كننفذوا. فحتى في هذا المجال ديال المنات شحال من حلمه شافوها ليه، يعني هي حلمه سياسيه ودوزوها للناس اللي بولادة عندنا هنا، قالوا لهم حلموا هذه الحلمه وحلموها لنا وداروا وجوها بيناتهم، وهي ماشي حلمه ديالنا، حلمه ديال الاخرين، يعني حلمه بالمعنى السياسي، يحلمون ان يعني يكون الوضع عندنا بكذا وكذا وكذا، يريدون ذلك، انه فعلا اللي كيفهم مزيان هذيك الحلوم وديك المنامات هي من صالح الاخرين ليست من صالحنا اطلاقا بجميع المقاييس جميع المستويات. اخر هذه الكذبه اللي كذب ذاك النصراني ديال تسونامي، واحد العدد ديال التالفين ضربهم الله عجبهم الحال هنا، غير جد هذا المنطق هذا عجبك الحال يجيك تسونامي للمغرب، سبحان الله نعوذ بالله، هذا هو الجهل والا فهل، هذه ضربه الله اللي ما بقاش موراش ضربه، زعما لما يجي غيتخير لك غيبدا يهز الناس اللي فاسدين وفاسقين يهزهم يدهم بوحدهم والصالحين يخليهم، ومتى كان هذا منهجا؟ هذا الجهل حتى بالدين. الحديث الصحيح انهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، نعوذ بالله من البلاء الى جلب، لا ما كيفرقش كيجمع كل شيء، لان يعني الله عز وجل قد يعاقب الصالح اذ لم يكن مصلحا، يقول لك انت مقصر في الاصلاح واخا انت صالح في نفسك، نعوذ بالله من البلاء والفتن، بنادم يطلب العافيه ماشي يفرح الاخبار الكاذبه التي يضعها قوم اخر لاهداف اقتصاديه وسياسيه واضحه، وبعض الاحيان الضغط على البلد من اجل مواقف معينه. الناس يكونوا واعيين مزيان بامور الدين، ما نخليهمش يلعبوا لنا بالدين، دبر راسهم مسيري في الصراعات السياسيه شغلهم ذاك، حنا كنحبوا بلادنا وطننا وطنيين بجميع الاحوال، ولكن الدين يبعدوا لنا عليه، ما يدخل لي شيء هو المشروع ديالو السياسي يدوزوا لي بواحد المنامه ولا واحد الخرافه ولا واحد الاسطوره يطلقها لي في وسط الناس ونكون انا واحد من المرويجين. انا نكون واحد من المرويجين لمثل هذه الاشياء؟ اذا فين عقلي؟ فين ديني؟ والآيات تقضي بمحاكمة كل من أسهم في مثل هذا الباطل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحد عدد الشباب مساكين كيدخلوا في واحد اللعبة دولية كبيرة وما سيق خبر راسه، والله إلا كيدخل في واحد الدوامة كبيرة على المستوى الدولي ويسحب له غير خلافة صغيرة، راه حدا مكناس ولا حدا فاس ولا حدا الدار البيضاء، أبدا، راه كتساهم في واحد اللعبه كبرى على المستوى الدولي تتاثر منها او يتاثر منها الوطن واحد التاثر بالغ بشكل سلبي. شحال من واحد يعني كيمارس الخيانه للوطن بهذا الاسلوب وهو لا يدري. واش كيوقع؟ كيوقع انه الانسان يعني اما من الناس اللي كتعجبه الغرابه او يوهمه يعني الشكل الاخراج، لان فنانه هذوك اللي كيصنعوا لك اكاذيب فنانه عفارت، والله ما كتصنع الا عند المعلمين الكبار، اباليسه كبار، شياطين كبار. يقول لك راه واحد الدري يعني باقي رضيع ولا كذا ولا ثلاث شهور راه كيتكلم بالالمانيه. بنادم كيتعجب كذا الى اخره وراه سلم شي واحد على يديه بحال زعما هذا الشيء معجزه. اولا انا قلت لكم بعدا يعني هذه انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه عجب. انا فوقاش غيكون عجب بعدا غير نبداو غير بعدا يكون تكلم بالعربيه الفصحى، واش ربحنا الا تكلم بالالمانيه؟ ايه ومن بعد ها هو تكلم بالالمانيه شنو زادنا؟ هذا غير البدايه بين التخربيق يعني بين داك الشيء ما راكبش. وشنو علاقه الالمانيه بالاسلام حيت سلم هذا الالماني سلم الكاد يعني شنو عنده هذا؟ هل يزيد شيئا على العلم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اذا الدجال اذا قال لك عنده حق حائق ما كايناش في كتاب السنه هذا الدجال عافية. هذا اذا صح هذا طيف تلبست به الشياطين ماشي قضيه اعجاز. اذا صح انا خدام كاين عندنا منهج الاخر ديال التثبت. فيعني مع الاسف يعني الاشياء كتلقاها في نهايه المطاف يعني لا قيمه لها، ولكن المشكل فينا هو في النهايه هو الظاهره ديال القابليه للخرافه عند الشعب ديالنا، قابليه للخرافه، حيت انه باش تعرف يعني هشاشه
العقيدة الدينية عند الناس من يطلق كذبة في طنجة شوف السرعة باش غتوصل للقويرة ولا للداخلة. إلا وصلت بسرعة ربي راه الجسم عيان، ما وصلتش بسرعة إذن راه حنا لاباس، لكن مع الأسف كتوصل بسرعة. وماشي غير كتوصل بسرعة وكان كطلق الخرافة في الشمال يعني فيها غرام، كتوصل للجنوب فيها 10 كيلو، لأن كل واحد كيزيد فيها حقه ويزيد فيها حقه حتى كتكبر. وهذه راه ماشي عادي، هذه الظواهر هذه خاصه ملي كتكثر، هذا شيء طبيعي في المجتمع انه مره تكون فيه، مره في العام كانوا كيكذبوا علينا ديك الكذبه ديال الحارس المسجد النبوي ذاك الشيخ احمد وديك الخرافه، مره في العام كيخرجوها، ولكن دابا يوميا تقريبا كيصنعوا وحده. هذا الهاء، هذا الهاء عن العمل، عارف كتخلي الخدمه وتبقى مقبل غير هذا الخبر هذا. والخدمة الحقيقية هي أن تنزل حقائق الكتاب والسنة في نفسك وفي بيئتك، وأن تفكر كيف تشغل آلة القرآن من جديد في الأمة. هذه الخدمة، نحن نخليو هذه الخدمة هذه ونبقى نحلموا مع الذين يحلمون أن يكون الوضع كما يريدون. فإذا ملي كتكون يعني جس النبض ديال المجتمع أن عنده قابلية ديال الخروج كتبقى تطلق عليه الخريف، وعداد ديال الخرافة تكون مبيتة مخدومة عندها أهداف سياسية معينة، وقد تصل مع الأسف الشديد إلى بعض أهدافها من إرباك البيئة وتأخير المسيرة. تالما خلاو تالما قطعوا لك السير كيأخروا لك الخدمة، الحاجة اللي غادي ينجزها المغرب في 5 سنين يمشي ينجزها حتى ل50 سنة، بسبب أنه يعني البيئة أو العقلية ديال الإنسان المغربي ما بقاتش عقلية نقدية ولا عقلية خرافية. وعمر العقلية الخرافية ما تنتج الحضارة، وعمرها ما تنتج التقدم، وغير قابلة لتنزيل حقائق الدين. يعني الدين كينزل في البيئة الصالحة له، وهي البيئة التي تتثبت وتؤمن بالحقائق العلمية. لهذا وذاك لابد من القول بأن كل هذه الأمور التي يتلفظ بها الإنسان هي من الأشياء التي تحسب له أو عليه، وشاهد ذلك كما ذكرنا قبل من القرآن الكريم ومما نذكره الآن من قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية راه جامعة، ما نفهموهاش فقط يعني حتى نكون وقعنا في الغيبة ديال فلان ولا علان أو قلنا منكرا، هي جامعة مانعة. القرآن واضح: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعبر تعبير المبالغة فعيل قعيد، يعني ما كتقعدش من تما، كان ممكن يقول قاعد اسم فاعل، لكن قال له قعيد مصمر على مصمر لا يتحرك من مكانه، ملك عن اليمين وملك عن الشمال لا يفارقان الإنسان الليل والنهار. قعيد صيغة مبالغة، ما كيتحركش، تابع كما مشيت. ثم عبر بتعبير العموم الذي لا تخصيص له: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتسمى النكرة في سياق النفي، قول نكرة والنفي اللي سبقه ما يلفظ، وعطت هذا الحصر العجيب بحيث أنه كل ما يخرج من فمك محصور مقبوض عليه، كل التي تفيد العموم المستغرق، كل ذلك مأخوذ المعنى من هذه النكرة في سياق النفي التي تفيد الاستغراق التام. وقال قول، علاش قول؟ لأنه ماشي حتى يكون يعني جملة كاملة مفيدة أو نص، يكفي ولو إشارة. فكلمة قول كلمة عامة شاملة، وقد أحسن أهل النحو حينما قالوا في قاعدة المشهورة التي لخصها ابن مالك رحمه الله في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كستقيم، اسم وفعل ثم حرف الكريم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة كلام بها قد يؤم والقول عم. فالكلام غير القول، كلامنا لفظ مفيد كستقيم، اسم وفعل ثم حرف الكريم إلى آخره، ما كيمناش يعني كلامنا لفظ، هذه الجملة اللي كتهم كلامنا لفظ، يعني كيشرحوا الكلام وكيعرفوا بأنه اللفظ المفيد، يعني جملة مفيدة، يعني هي عبارة عن نص. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، يعني راه فيها يعني فعل وفيها فاعل فتعطي معنى.
وكيمكن يكون مفعول به الآخرين، كتكون جملة واحدة واحدة لغوية دلالية متكاملة. قال والقول عم، القول هو أعم من الكلام، يعني قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، يعني أي لفظ أي شيء خرج من الفم ديالك يتسمى قول. والله عز وجل سبحانه وتعالى قال في القرآن ما يلفظ من قول، من قول. ولكن طبعا يعني في الشريعة لا بد أن يكون هذا القول مرتبطا بقصدين في الخير والشر، لا جرى ولا وزراء إلا بالقصدين، إنما الأعمال بالنيات. فممكن تدير واحد اللفظة غير إشارة، ولكن تعرف هذه الإشارة غادي تعطي شي نتيجة سيئة تتحمل مسؤوليتها، واخا غير صوت واحد، واخا حرف، ماشي كاع قول ولا كلام ولا حرف تخرج، والحرف ضرب من القول، حرف تخرج، ولكن ذاك الحرف إذا أدى إلى مفسدة وأنت تقصد ذلك فتتحمل تبعات تلك المفسدة، قد يؤدي إلى جريمة قتل والعياذ بالله، حرف واحد تلقو، وقد يؤدي إلى خير. فالله عز وجل يكتب لك أو عليك الملكان القعيدان عن اليمين وعن الشمال لا شيء يعزب عنهما مما كلفا به من هذا. هذا الأمر هذا ربي يعطيهم واحد القدرة عليه، واحد السيطرة عليه، ما يتلف لهم حتى شي حاجة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني قوة وشدة ودقة، حتى حاجة ما كتفلتو من المعلومات، فيكتبوا كل شيء ظاهرا وباطنا. فالتربية، التربية الإسلامية الحقيقية هي تربية العقل الإسلامي على إحسان التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله من جهة، وعلى إحسان التعامل مع معطيات الواقع. شي فين ما كان شي واحد يجي يدوز علينا الخريف ديالو، يدوز عليا الإيديولوجيا ديالو، يدوز عليا المقاصد السياسية ديالو، ونجي أنا كمتدين نتحمل داك الشيء ونبقى خدام معاه بلاش، بل بالوزر يوم القيامة والعياذ بالله، نروج له الخرافة ديالو. يعني هذه حقيقة يؤلمني أشد الألم، أننا ما تشوف يعني واحد عدد الشباب يعني وعندهم واحد المستوى لا بأس به من العلم، خدامين مع الآخر، كيروجوا ليه خريفه ويروجوا ليه المقاصد ديالو، مما يدمر البلاد والعباد ويفتت ويشتت النسيج الاجتماعي الوطني اللي جمعوه المسلمين المغاربة شحال من قرن. لهذا المؤمن لابد وأن يعرض حقائق المعطيات على أحكام الشريعة وعلى أحكام العقيدة، وليستعين بأهل العلم من أهل الثقة والفضل، وما يكونش الإنسان يعني عنده يعجبه الخبر، فإذا أعجبك راه ارتبط بالهوى ديالك، أنا إذا تبقى تدافع على واحد الحاجة أنت ما ربح فيها من ناحية المادية، ما ربح فيها والو، بل خاسر فيها من ناحية الدينية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.